بسم الله وعلى بركة الله. الحفل الكريم الإخوة المتابعون، ما زلنا نتابع هذه الانطلاقات، ما زلنا نتابع هذا بالفعل الذهب المغطى، الفطامين التي تطلع منهن سبوق في أي وقت، بكرة قعود تطلع لراعيها وقيط مستانس، والله يبيع بمبلغ كبير. استاهلون الشباب، استاهلون. مقدمة الشوط مع القعادين، المركز الأول والصدارة، هنا المركز الأول بالرقم 32، هناك شاهين لعبد الله بن حمد بن حميدان المنصوري. الله، يا سلام يا سلام يا سلام، هنا يتقدم ما شاء الله، يا سلام بن حميدان المركز الثاني. هناك الدخول مع شعار بن حمدش منصور بن سعيد بن حمدش، يتقدم ما شاء الله الخزناوي. شوف اللي وصل، شوف اللي تسلل هنا في المركز الثالث مشاهدينا بالرقم كم؟ 37، والله كم هذا؟ 37. بطي ضبيان، بطي بن سعيد بن سالم بن سلمة المنصوري يتقدم ما شاء الله. هنا ايضا وصول وقدوم قدمنا، هناك شاهين محسن من مبخوت بن غانم المنهالي. الصدارة راحف في الخمسمية، منشولة منشولة الخمسمية، من النشا الخمسمية نشلها ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا هو شاهين لعبد الله بن حمد بن حميدان المنصوري، بالفعل قدم المركز الثاني. قبينا نمبر 2 بليز. الله، وصل الخزناوي، وصل الخزناوي، وصل وصل. هنا سعيد بن محمد مبارك الخيالي منصور، يا سلام منصور، وانت منصور، منصور بن سعيد بن محمد الخيالي مع شاهين، مع شاهين، مع الخزناوي الكبير. هذا الشعار الذي لا تغيب الشمس عنه. سلام الخزنة، سلام سلام، احلى تحية في الامتار الاخيرة خزناوية ما شاء الله. منصور بن سعيد بن حمدش يتساهل المركز الثاني. كان الغربي لعزيز بن مبارك بن سويدان المحرمي اللي فاجأنا المركز الثالث. المركز الثالث اللي متواجد كان شاهين عبد الله بن محمد بن حميدان المنصوري. والتوقيت الزمني 2:14 و59. استاهل الخزناوي منصور بن سعيد بن حمدش الخيالي. سلام للخزنة، سلام، احلى تحية واحترام.